سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم الله أكبر علي نعي الأبطال جيش سور الحر في ريف حمص الله أكبر لواء الحق كتيبة الشيخ أحمد ياسين كتيبة نور الهدى كتيبة المهام الخاصة ولواء الحمد الله أكبر الله أكبر عبد الملك الله أكبر عمليا ويلي أبطال جيش سور الحر لواء الحق كتيبة الشيخ أحمد ياسين الله أكبر كتيبة المهام الخاصة لواء الحمد الله أكبر في ريف حمص الله أكبر ضرب حجر ضرب حاجز في ريف حمص الله اكبر اسكع علي ايدك عم يجدروا نزل لنا شوي دوشكا شوي صغيره اطلع هون الكهرباء ضرب دوشكا ضرب خالص احنا هونيك
الله اكبر. شغال الله اكبر 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 اللهم سدد رميهم الله اكبر 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 تحرير حاجز البركي منطقه جوسيه التي تم ضربه في 19/3/2013 وانسحب عناصره في 20/3/2013 التي قامت بضربه كتيبه الشيخ احمد ياسين بالتعاون مع كتيبه المهام الخاصه والرائد ابو خالد. الله اكبر الله اكبر عليك يا بشار الفسد الله اكبر. متراس القناص الذي كان يستهدفنا اثناء العمليه الله